نازل هلا استاذ؟ ايه نازل، خلوا يجهزوا السيارة. اوكي. الو، سيارته نازل هلا، حموا السيارة وجهزوا حالكم. كل شيء جاهز استاذ. في عندي شيء مواعيد مهمة بكره يا ترى؟ ليش مو ناويين تداوموا بكره استاذ؟ ما بعرف، بس حابب اخذ لي شي يوم استراحة اعمل فيهم شوية فحوصات وتحاليل. خير استاذ؟ لا لا ما في شي، بس حاسس حالي تعبان شوي واعصابي مرهقة. الله يكون بعونكم استاذ، الحمل يلي حاملينه مو قليل ابدا، بس بتصور صعب بكره تغيبوا استاذ. ليش؟ بكره في اجتماع مع الوفد الاوكراني استاذ. صحيح، فعلا نسينا الوفد الاوكراني من عين اصله. طيب بعد بكره؟ بعد بكره عندك اجتماع مع غرفة الصناعة، وبعد الظهر عندك عشاء عمل مع أعضاء مهرجان العلم والتنوير. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني معقولة ما الاقي عندي يوم واحد ألقط نفسي فيه؟ طيب يوم التنين؟ التنين عندكم افتتاح مصنع الدبابيس والشكالات، وسيادتكم يلي لازم تقصوا الشريط. يعني ضروري أنا اللي أقص الشريط؟ أي واحد بيقصه؟ دخيلك، شو هالشغلة يعني؟ ما بعرف، هذا راجع لتقديركم الشخصي أستاذ. مبدئياً الغي لي مواعيد كل يوم التنين، أنا يوم التنين مالي هون. والشريط استاذ؟ انا بتصرف مثل ما بدك استاذ. لك اخ اخ، مو حارق قلبي الا كتر مشاريع التدشين. لا والمشكله انه موقعي الاداري والسياسي كبير كتير، والمشاريع يلي بمحيط نفوذي اكثر من ان تعد او تحصى. ولحق يا نصرت وضع حجار اساس وقص شرطان حراير اذا بتلحق. فعلا الله يعين قلبك، هالشغله مو قليله منوب، عجقة وغبرة وقلة واجب. لا وبهيك مناسبات بتصير فرصة للكولكة والدهلزة وتمسيح الجوخ، لأنه موظفينا ما شاء الله وكان ما بيسددوا إمتى يشوفوا كاميرا التلفزيون ليطلعوا باللقطة. هذا بيدفشني وهذا بينعرني، والثالث بيجي ليساعدني بيقوم بيلبكني. لا وكله بده يعمل فلهوي وشاطر، يعني إذا قدموا لي بكاية ورد أربع خمس زلم بيرقدوا ليسنادوها مني. إذا قربت البنت لتناولني المقص يلي بدي قص فيه الشريط بتلاقي 50 ايد ممدد من حواليه لتاخذ المقص وتناولني اياه، واربعة خمسة بتلاقيهم مكوشين حوالين المصور قال يعني عم يوجهوه. هذا طبعا غير اللي عم يهتفوا بنص طبلة اذني، وغير اللي عم يرشوا فوق مني سكاكر وملبس ونوقة. لسه يا محلى قص الشرطان الحريرية قدام وضع حجار الاساس. بالفعل، لانه شغلة قص الشرطان فيه مي، اما وضع حجار الاساس فيعتبر عقوبة، عقوبة بحد ذاتها غبرة وعفرة وقلة واجب. لا وما في مره برجع من التدشين الا وملوت حالي من فوق لتحت بالغبره والتراب وشمينتو. اكون نكته اني بعمري ما مسكت مسطرين بايدي لحتى اقعد اشتغل بالطينه ولزق الحجار. لا وكله بده يتشاطر ويساعدني كمان. لك بدهم يطلعوا بالتلفزيون وعلى صفحات الجرايد مشان يشوفوا حالهم قدام نسوانهم. لا والاعلام روح قلبه هيك شغلاتها، احيانا نبعث له خبر حتى يغطوا ندوه او اجتماع اقتصادي او معرض زراعي. عبس كأنك ما عم تحكي مع حدا، يا أما بيطنشوا يا أما بيعملوا حالهم مفاضين يا أما بيغطوا تغطية هزيلة لا بتسمن ولا بتغني من جوع. أما إذا قلنا له في عنا قص شريط أو وضع حجر أساس بيركضوا ركض وبينزرعوا بمكان التدشين من قبل ما نروح بساعتين ثلاثة، وعلى تصوير وتغطية ومقابلات. لك بدي أفهم شو بيعجبهم بهيك شغلات؟ ما بعرف. المهم هلأ اتركنا من الحكي، إمتى بدك تروح تحلل وتصور؟ عم فكر روحي يوم التنين. والتدشين وقص الشريط الحريري لمين بدك تتركهم؟ في احتمال كلف معاوني مختار بهالمهمة. وبيطلع بإيده؟ شو بدها الشغلة يعني؟ بيمسك بإيده هالمقص وبيقص الشريط. ولد صغير بيعملها. ولك تقولي إنه المعمل ما بيشتغل والمكنات ما بتدور والإنتاج ما بيبدأ إذا ما نقصت شقفة الشرطوطة. يا أستاذ مختار، نحن ارتقينا إنه نكلفك بمهمة حساسة ودقيقة كتير، وبتتطلب منك تركيز عالي وحماس فوق العادة. أستاذنا أنتوا بتعرفوا أنه دائما تركيزي عالي وحماسي فوق العادة، خصوصا فيما يخص المصلحة العامة للمؤسسة. وأنا هيك ثقتي فيك دائما، مو بس ثقتي لوحدي، لا ثقة القيادة كمان. القيادة؟ إيه طبعا، لأنه ترشيحك للمهمة جديدة كان للقيادة رأي إيجابي فيه. أستاذ صار عندي فضول شديد لأعرف طبيعة هالمهمة. انت بتعرف طبعا انه في عنا يوم التنين تدشين لمعمل الدبابيس والشكالات بمناسبه عيد الشجره. اي طبعا عندي علم، وعلى حد علمي انه سيادتكم رح تقصوا الشريط الحريري بنفسكم. لا لا لا، مو انا اللي رح يقص الشريط هالمره. عفوا، مين رح يقصه لكان؟ نحن قررنا نعطي فرص للكفاءات الواعده، مشان هيك رح نكلفك الك بقص الشريط.
أنا؟ إي نعم، أنا رشحت اسمك للقيادة والقيادة وافقت. مبروك أستاذ مختار، مبروك. الله يبارك فيكم يا أستاذنا ويخلينا إياكم. بالفعل مفاجأة، يعني مفاجأة ما كانت على بالي أبدا. يعني هي فرصتك وإجت لعندك، أرجينا همتك وشطارتك بقى. هذا اليوم يومك يا أستاذ مختار، وما في داعي ذكرك بأنها مسؤولية كبيرة، ها، خصوصا بأنه الاحتفال منقول بالتلفزيون على الهواء مباشرة. وإذا بتجهز لك شي كلمة صغيرة لتلقيها بحشود العمال ما في مانع. باركي لي يا نجاح، باركي لي. ألف مبروك. إيه بس على شو؟ هذا هو النجاح الحقيقي يا نجاح، هذا هو النجاح. هذا هو النجاح يا نجاح. كيفوا على بعض اليوم؟ لك فهمني شو القصة؟ آخ مالي مصدق حالي أبداً، رح أطير من فرحتي. وأخيراً أخيراً رح يتحقق حلمي يلي صار لي سنين وأيام عم بحلم فيه. حلم شو؟ رح أقص شريط يا نجاح. جوزك بعد يومين رح يمسك مقص بإيده ويبتسم لكاميرا التلفزيون وعدسات المصورين ويقص الشريط الحريري إذاناً بافتتاح معمل الدبابيس والشكالات، والناس اللي حواليه رح تصفق لي وترشني بالرز والسكاكر والنوقة والبرغول. ايه بدها شغلة كل هالضوجة؟ ايه والله اللي بشوفك فايت هالفوتة بفكرك تعينت مدير عام. هي أول خطوة باتجاه كرسي المدير العام. وشلون بقى؟ طالما رح قص هالشريط ورح أطلع على التلفزيون وكل مسؤولين البلد الكبار حيشوفوني، معناها صرت بنظرهم مؤهل لأستلم محل المدير العام وقت بيطلع تقاعد. ايه وشلون انحسبت معك؟ الشغلة معروفة، يعني يلي بده يستلم مركز أعلى من مركزه لازم دائماً يضل محط أنظار المسؤولين يلي أعلى منه، وهذا الشيء يلي حاطط عيني عليه من زمان. يعني بمعنى آخر، من وقت ما نجحت بالجامعة يا نجاح وتخرجت حطيت هدف واحد بين عيوني، قلت لحالي يا أما بتوظف وبتسلق وبتعربش على السلم الوظيفي بسرعة لحتى أوصل لشي كرسي مهم وعليه القيمة، يا أما بلاها هالوظيفة من عين أصلا. الأعمار الحرة أحسن. يعني هلأ بدك تقنعني إنه قص هالشريط رح يخليك تعربش أكثر لفوق؟ طبعاً، لأنه شريط معمل الدبابيس والشكالات رح يلحقوا شرطان كتيرة. بكرة مو بعيدة أبداً، مو بعيدة يكلفوني بقص شريط معمل الملاحف ووجوه المخدات، أو معمل البواري والصوبيات، أو يا ستي معمل الشطافات والبديهات. وإذا كان الله بيحبني وشانسي عالي كتير بكلفوني بوضع حجر أساس لشي مشروع مهم، وساعتها بتنقش معي تمام. الله ينولك اللي ببالك. آمين يا رب العالمين، آمين. نجاح جوعان بدي آكل، حاكم عندي بعد الظهر نزلة ضرورية على السوق. على عيني وراسي، يلا. أصدقائي العمال، إخواني الكادحون، رفاقي الشغيلة، اسمحوا لي أن أهنئكم وأهنئ نفسي أولاً بافتتاح هذا الصرح الحضاري الشامخ، شموخ هذا الوطن، هذا المصنع الرائد، ريادة هذه الأمة، هذه المنشأة العظيمة، عظمة هذا البلد، هذا البناء الراسخ، رسوخ هذا الشعب. هنيئاً لكم بمعمل الدبابيس هذا، هنيئاً لكم بدبابيسكم
وشكالاتكم. هنيئا لهذا الشعب بدبابيسه، بمساميره، بأسافينه، بمسلاته. هذا هو يوم النصر، هذا هو يوم السؤدد. سيروا إلى الأمام، سيروا إلى المستقبل، سيروا إلى التاريخ، سيروا إلى الجغرافيا، فعين الله ترعاكم، فنحن منكم وإليكم، والسلام عليكم. إشو لسه ما خلص التدريب؟ إشو رايح على حلبة مصارعة؟ لازم اتدرب منيح واعمل حسابي لكل شردة واردة احسن ما انخذها قدام كاميرات التلفزيون وقدام جميع المسؤولين بالبلد. وان شاء الله بكره اذا كلفوك بوضع حجر اساس بدك تجبل لي الشماته بنص البيت مشان تتدرب. لك من هون لوقت فرج ورحمه. على كل حال اطمني، التدريب على وضع حجر الاساس راح اعمله على البلكون. مازل يا أستاذ مختار، هي أخرت ثقة القيادة فيك، ولك أغلاط بكل شيء، خبس بكل شيء، بمزايدة، بمناقصة، بلجنة، بفض عروض، برخصة استيراد، إلا هالشغلة، ولك هالشغلة هي فضيحة، فضيحة مطنطنة على مرعى ومسمع كل المسؤولين بالبلد. صدقني يا أستاذ مغرطي، والله مغرطي، صار لي يومين بالبيت عم بتدرب على قص الشريط. لكن شو صار لك بالتدشين؟ فلت البرغي. برغي المقص فلت يا سيدنا من اول ما كمشته. يبدو انه المقص اللي مخصصينه للتدشين يا سيدي من روع ندي، من نوع ردي. لك مع اني صارف له حق مقص من اجود الانواع. على كل حال لجنه الشراء كلها انحلت على التحقيق، لانه اكيد شفطوا حق المقص. الله يخرب بيتهم، يخرب بيتهم شو نفسهم ادنيه. لك كمان حق المقص شفطوه. بعدين يا استاذنا الله وكيلك، انا عملت جهدي وحاولت انقذ الموقف وسمعه المؤسسه واحفظ ماء وجهكم. شلون بقى؟ حاولت اقطع الشريط بالقداحة بس. ولك العمى بقلبك العمى، حدا بيقص الشريط بالقداحة؟ عمرك شفت مسؤول بالدنيا عم يحرق الشريط بالقداحة؟ يعني بدل ما تكحلها عميتها. ولك شكون ربك اللي ما وصلت النار للمعمل وحرقت معمل الدبابيس كله؟ منكون بدل ما نفتح معمل للدبابيس حرقنا. ولك غلطة كبيرة يا استاذ مختار، كبيرة. وشو زيولة الله اعلم. وما بخفيك ابدا انه بالقيادة مستائين منك كتير، ها، وعينهم محمرة منك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذنا دخيلك بترجاك يا ريت تشرح موقفي للقيادة. ولك أنو موقف هاد؟ يعني إنه البرغي فلت وفلت البرغي لسه بيقل البرغي والمرغي. ماشي الحال، ماشي الحال، أنت روح على شغلك أستاذ مختار، روح على شغلك، لأنه فعلا عزك أقبح من ذنبك. لسه كل ما دق الكوز بالجرعة بيقل البرغي. بتريد شيء أستاذنا؟ لا لا لا، الله معك. الله خلينا إياك. أعطيني القيادة من عندك. مختار.
شو عم تساوي فوق السلو؟ جيتي بوقتك، ناوليني البنسة من عندك. فهمني بالأول شو عم تساوي؟ شو عم ساوي؟ عم صلح التريا. انزل على مهلك، على مهلك، لا بتوقعيني. ايش شغلتك هي هلا بتخربها؟ طمني بالك ما بتخرب، كل الشغله تغيير سوكه وكم وصله. ومن ايمتى كنت تعرف تغير سوار؟ يعني كثير بدها معرفه وعلم الشغله. ها إيه انت شقفت الشريطه يوم التدشين ما عرفت تقصها، رح تعرف تغير سوكه؟ عم اقول لك ما كان الحق علي، الحق على البرغي، قصدي على مقص. يعني اذا كان المقص فلقت البرغي تبعه، انا شو ذنبي؟ لك مو قدامك اتدربت على قص الشرطان؟ شلون شفتيني بالتدريب انتي؟ التدريب شي والواقع شي تاني. صحيح انت قدامي قصيت لها 50-60 شريط، بس بجوز هنيك قدام الكاميرا يعني ارتعبت وتلبكت. يعني هو معك حق تتلبك شوي، بس مو لهالدرجة. عم قلك ما ارتعبت ولا تلبكت، فلت البرغي معي، البرغي فلت. وشلون فلت البرغي؟ شو بيعرفني؟ فلت. لحتى لجنة المشتريات تشفط حق المقص، اشتروا ارخص مقص موجود بالسوق، مشان هيك فلت البرغي مجرد ما كمشته. ايه الله يصلحك انت التاني، يعني معقوله ما عرفت تمسك البرغي منيح قبل ما يوقع على الارض؟ ما شفته يا حبيبي، ما شفته، لو شفته كنت كمشته. الظاهر كنت مرعوب شوي من كاميرا التلفزيون. لك حبيبي مالي مرعوب، شو طالع ارقص وغني حتى ارتعب من الكاميرا؟ المقص ما اشتغل معي، شو اعمل يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بدك الصراحه، انت مبخعت بخعه مرتبه، غزوه كبيره يعني، خصوصاً قدام كل هالأمم يلي كانت قاعدة عم تتفرج على التلفزيون وشافت هالشوفة. بتعرف أنا لو كنت محلك شو كنت عملت؟ وشو كنت عملت؟ كنت قعدت ببيتي وما استرجيت افشى خطوة واحدة برات البيت لبين ما العالم تنسى القصة. معك حق، لأنه البعد عن الناس غنيمة. لك عود مختار، لك عود، لك ما حكينا شيء. لك إيه بعدين أنت الحق عليك، كنت مسيك المقص منيح. تفضل. صباح خير استاذنا. اهلين، صباح الخير، كيفك استاذ مختار؟ والله الحمد لله، نشكر الله سيدي. ان شاء الله تجاوزت الازمه على خير وسلامه. انا ازمه سيدي؟ يعني ازمه فشلك بقص الشريط، سمعت انك متازم من القصه تماما. لا ماشي الحال، صرت احسن سيدي. يا عظيم. سيدنا اجى الجواب يا ترى؟ جواب شو؟ ترشيحي للبعثه سيدنا. الحقيقه اجى، بس للاسف الشديد مع الرفض. شو الحكي؟ وليش لحتى ينرفض طالما انا المرشح الوحيد؟ بدك الصراحه، يبدو ان الجهات العليا اخذه على خاطرها منك شوي، وحاطين حد اسمك اشاره اكس. حد اسمي انا؟ خير ان شاء الله. ليش؟ شو عامل استاذ؟ بتصور منشان قصه الشريط يلي ما نقص معك. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ما رح نخلص من القصه يا سيدنا؟ مع اني بررت موقفك قدام القياده وشرحت لهم قصة البرغي اللي فلت معك بإسهاب كامل، بس ما بعرف ليش هيك عملوا. استاذ بدي اطلب منك طلب، وبتمنى انك ما تخجلني. تفضل. سيدي عفوا، مو الاسبوع الجاي عندنا افتتاح معمل الملاحف؟ اي نعم. ومين راح يقص الشريط سيدي؟ انا طبعا، هيك شغله ما اسلمها لحدا ابدا. بترجاك استاذ أعطيني فرصة تانية وخليني أنا أقص شريط معمل الملاحف. بس يا مختار. ترجاك أستاذ لا تقول لا، يعني ما بعرف، حابب بيض صفحتي ورد الاعتبار لنفسي، وهي الفرصة الوحيدة يلي بتحقق لي هالشي. أنت بتعرف إنه هيك قرار مو بإيدي لوحدي. صحيح سيدي، بس بعرف كمان إنكم ممكن تقنعوا الكل بوجهة نظركم، يعني إذا كنتوا حابين تخدموني هالخدمة سيدنا. طيب اترك لي هالأدرسة. شكرا سيدي، شكرا، يعطيكم العافية. Thank you.
هذا اسمه تهريج يا استاذ. بس مو الحق عليك، الحق علي انا اللي اعطيتك الفرصه. بس تبين لي انك مالك قد المسؤوليه. ولك اذا شريط ما بتعرف تقصه، شو بتعرف تساوي لكان؟ سيدي انا حاولت بس بس ما بدي تبريرات ابدا. على كل بحب اقول لك انه طلع قرار بنقلك على الارشيف. ومن هلا ورايح اذا بدك مني شيء تطلبه عن طريق التسلسل. الو نعم، شو هالحكي؟ ليش انت منين عم تحكي؟ من القياده؟ طيب الله معك. وينك مختار؟ لا تاخذ الطاوله اللي بالصدر، خذ الطاوله اللي على اليمين. ليش لمين الطاوله اللي بالصدر سيدي؟ اترك لي اياها الي، لانه انا كمان نقلوني على الارشيف